السلام عليكم حبايب قلبي، سما سلام من السعوديه لمصر. يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده يا جماعه جوله حلوه جدا 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 هتعجبكم باذن الله. اول حاجه رحت عرفت لكم جزاره حلوه حلوه قوي ولحمتها ممتازه وارخص من اي جزاره. وتاني حاجه هقول لكم ازاي تكوا الحته اللي هي الصال والحته زي الكفته للشوي، وجوله حلوه جدا هتعجبكم بالاسعار حتى الناس المتابعين لما شافوني بقول لهم هيعملوا خصم المتابعين سما اشرف، قالوا له كلهم احنا من المتابعين سما اشرف. والكبده واللحمه وجوله حلوه جدا 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 هتعجبكم باذن الله. وارجو من الناس اللي بتشوف قناتي اول مره جديد ما تنسوش اللايك والاشتراك، فضلا منكم ليس امرا لنستمر، وعايزين نكملهم باذن الله 3000 مشترك خلال الشهر ده بنفسكم معايا. اهم حاجه الشير واللايك والاشتراك. هتشوفوا دلوقتي من عند ابو خديجه اللحمه حلوه ازاي، وهتشوفوا اللحمه وارخص من بره بكتير، وهي الملحمه دي في المنفوحه. طبعا الناس كتير اللي قالت لي عايزين تعملي لنا جوله على الجزاره واللحوم الكويسه في المنفوحه. انا يا جماعه والله والله عن ثقه الجزاره دي انا جربتها مره واتنين، لقيت لحمتها حلوه جدا. جربتها في العكاوي اللي انا عملتها معاكم، حاجه ممتازه ممتازه ممتازه. هنشوف ايه اللحمه ونشوف ايه الجوله ونشوف كل حاجه، وتعرف اللحمه ازاي ان كانت وحشه او حلوه والكلام ده. احنا جبنا حاجات حلوه جدا عشان عندنا حفله للشوي. شوف يا احمد، بس انا بس اللي هتقطع معاك. انا بس انا هقطع اللحمه. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله زي العسل بسم الله. بس لاحق بس انا مش عارفه على الجزاره. عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده فيديو جديد من جوله في المنفوحه ان شاء الله. انا ومحمزه هنجيب حاجات، جايين نجيب لحمه وحاجات عشان نشويها للشوي. بكره ان شاء الله عندنا جوله حلوه جدا برضه هتعجبكم، والنهارده برضه جوله حلوه قوي. دلوقتي احنا بنشرب عصير قصب. محمزه انت مالك؟ بصوا يا جماعه مالك يا حبيبه قلبي، حد مزعلك؟ لا مش مزعلني انا، حد ما هو انا بقول كده برضه درس وجعني درس وجعها. طيب هنا بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، والحجر قلنا رحنا نشرب كوبايتين عصير عشان النهارده كان يوم انا الفيديو ده مصور لكم امبارح اللي هو كان الخميس، تمام؟ فما لحقتش الصراحه انزله امبارح خالص لاني كنت بتبل كميه لحمه وكفته وكبده، فما لحقتش انزل لكم الفيديو خالص معلش، وكانت المنفوحه زحمه جدا جدا جدا. فقلت انا ومحمزه طبعا كنا في مشوار كده فخلصناه، فقلنا لازم نشرب ايه كوبايتين عصير قصب، تمام؟ كنا في مشوار كده مع البنات، رحنا جبنا شويه حاجات حلوين فهم مشيوا، فقلنا لازم بقى احنا نجيب شويه حاجات لينا طبعا عشان رايحين عندنا حفله شوي بكره باذن الله. هنا كنت بحسب على العصير طبعا، ومحمزه تقول لي انا عايزه واحده صغيره. قلت لها يا محمزه ان انت عايزه واحده صغيره، عايزه واحده صغيره، ده انا ما لحقتش اشرب شفطه وانت شفطت العلبه كلها. قلت لها ادي فايده النقاب بجد. بس كده حسبت 6 ريال، قلت لها 6 ريال غرمتني 6 ريال دي يا جماعه. الملحمه اهي زي ما انتم شايفين الملحمه ما شاء الله ما شاء الله، دي تالت ملحمه كنت رايحه اجيب لحمه مش لاقيه ولا ملحمه كويسه، تمام يا جماعه؟ مش يعني مش كويسه يعني، لفيت ما لقيتش اللحمه اللي انا عايزاها، تمام؟ فصراحه رحت عند روابي الدهنان حلو جدا، لقيت ملحمته حلوه قوي عند المعلم محمود والمعلم محمد قصاد محمصه الاسكندريه اللي صورت لكم عندها قبل كده، اهي محمصه الاسكندريه الناحيه التانية، وهو ايه وباله على طول. صراحه اللحمه وكمان لقيت اللحمه عنده ب45 بصراحه، يعني دي برضو حاجه من حاجه اللي فرحتني ان اللحمه عندهم ب45 ريال، يعني اقل من بره ب5 ريال، تمام؟ واللحمه بتاعته ما شاء الله تبارك الرحمن. انا برضو جيت قبل كده مره لما جبت العكاوي منه بصراحه، بس انا كنت رايحه ملحمه معينه بس ما لقيتش القطعه، يعني ما لقيتش الحاجه اللي انا عايزاها موجوده، كانت خلصانه. فصراحه بصراحه يعني قلت هخش الملحمه دي لما عجبتني العكاوي، قلت نجرب مره تانية وهعمل لكم جوله في المحل. ما شاء الله الملحمه يا جماعه هتشوفوا زحمه ازاي، وهتشوفوا الناس وهتشوفوا قمه شوفوا اللحمه شكلها ازاي بتتقطع والمنظر، وحاجات حلوه جدا جدا، تمام يا جماعه؟ الملحمه زي ما قلت لكم اسمها روابي الدهنان عند المعلم محمد او محمود عند ابو خديجه. هنا بقى كنا رايحين نقطع كميه لحمه حلوه كده عشان عندنا حفله شوي، رايحين بقى اللي هو الجمعه يعني، تمام؟ اللي هو النهارده باذن الله. تبلتها امبارح بالليل. انا بقى لما احترت ما لقيتش العرق الفليتو، ولا لقيت الحته اللي انا باخدها من وش الفخده الطريه، فقلت هاخد الايه السن اللي هي بيسموها الانتركوت، او بيسموها في ناس بتسميها كتير جدا. فانا بقى اللي قطعتها بقى، انا اللي اشتغلت جزاره النهارده عند الجزار. قلت له لا حسب يا ابو خديجه انا اللي هقطع اللحمه. قال لي اتفضلي يا ام سمع، تمام. مسكت انا بقى السكينه زي ما انتوا هتشوفوا كده، انا خدت الحته دي كلها على بعضها اللي هي السن او الانتركوت، او بتسموها زي ما انتوا بتسموها ايه، او في ناس بتسميها الايه الستيك،
قلت لابو خديجه عنك انت يا ابو خديجه، اصلا احنا جزارين يا ابو خديجه، احنا جزارين من المنيا طبعا يعني غنى على التاريخ. فانا قلت له اقطعي منين، قلت له قال لي اقطعيها من هنا بس. قطعتها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حطوا لايك يا جماعه، حطوا الاشتراك وسموا كده. شايفين حته اللحمه عامله ازاي؟ انا قلت خلاص انا هشتغل جزاره، انا هفتح محل جزاره في المنفوحه من بكره، والبس الجلابيه بقى البيضه كده، وزي اقول لك اخش بقى بالجلابيه اللي كلها غرقانه دم. ايه رايكم؟ شايفين الحاجه الجميله دي يا جماعه؟ حته اللحمه بصراحه كانت بتتكلم عن نفسها. هنا بقى عطتها له هو بيروقها، بيحش فيها ان كان فيها جلده زياده، قرقوشه زياده. وهنا ام حمزه بتقول لكم ايه رايكم في الشنطه الجديده بتاعتي؟ قلت لها زي العسل يا قلبي. وهنا كانت جايبه لك الشوكولاتات. هنا ابو خديجه كان بيروق اللحمه صراحه، الله يبارك له الله يبارك له. هنا بقى يا جماعه تعرفوا الجزار الشاطر منين؟ من الجرمه بتاعته معروفه دي، كانت امي دايما تقولها لي والناس تعرفها من كده. الجرمه لما تعرفيها عند الجزار ما شاء الله متشحوره كده، تعرفي ان الجزار ده كويس وشغال. اللهم صل على النبي، الله يبارك لهم ويصلح حالهم يا رب. شايفين حته اللحمه وجميل حته اللحمه. انا قلت لابو خديجه انا هاخد حته اللحمه وهمشي. انا معلش يا جماعه كان في هو ابو خديجه كان بيعمل تشطيبات قدام المحل، كان في صوت شنيور فظيع فظيع فظيع، هسمعه لكم برضو عشان تعرفوا ليه انا ركبت لكم الصوت. هسيب لكم برضو صوت الدوشه ده عشان تعذروني تقولي انا حوشت الصوت. شايفين الكبده بقى هنا، انا كنت واخده دي وكنت عايزه اقول لام حمزه يلا نمشي، هو حد شافنا؟ قالت لي لا. فقلت لها يلا ناخد الحاجه دي زي ايه، زي زكية زكريا في البرنامج كده، وخد البستله وطلع يجري بتاعت اللحمه. هنا طبعا كان بيقطعها بقى ابو خديجه، طبعا انا قلت له سيبها زي ما هي ما تحش منها. هو قال لي هيبقى وزنها زياده، قلت له مش مشكله، ولسه هناخد المفروم على فكره، ولسه هناخد الكبده. احنا دلوقتي في الاوصال اللي هي الشوي تمام، دي الاوصال، لسه هناخد المفروم ولسه هناخد الكبده. ما تروحيش كده ولا كده، وخليكي معانا هتعجبك جدا جدا الجوله بتاعتنا باذن الله تعالى. هنا بقى ام حمزه كانت واقفه بقى عامله نفسها المعلمه، تقول له دي كبيره ودي صغيره. قلت لها ما تدوخيش الراجل، تعالي هنا وقولي له انت عايزه ايه بالظبط تمام. فجت هو قال لها خلاص هصغر عن كده، زي ما انتم شايفين كده ابتدى يصغر. قالت له ايوه كده تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. صراحه الراجل اشتكى معانا بامانه يعني بصراحه، شايفين وانا خليته شفالي اللحمه تشفيه حلوه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن. ورايكم في اللحمه اللي انا قطعاها؟ ما حدش صراحه بيقطع قطعيتي، حتى اصحابي لما بيعوزوا ياخدوا حاجه بياخدوني انا معاهم اي جزاره هم عارفين اصلا، فاهمين ازاي؟ الجزاره يا جماعه كمان بتعرف من اللحمه بتاعتها. شايفين اللحمه كانت عامله ازاي؟ بجد بجد هي اللحمه شدتني، والفخده ما شاء الله فخده يا جماعه، الفخده فخده. انتوا متخيلين اللحمه عامله ازاي؟ شايفين اللحمه بعد ما اتقطعت بقت شكلها عامله ازاي؟ بقت احلى من لما كانت سليمه. هنا بعد كده هنقول له كيس بقى الحاجه دي واركنها على جنب. انا باخد حاجه حاجه، ما باخدش كله ورا بعضيه، لا انا بحب، انا من النوع ده بحب اخد حاجتي حاجه حاجه، مش مثلا هات وهات وهات ولا وقف حيسه كده، لا انا باخد الحاجه حاجه. يعني دلوقتي انا خلصت الاوصال تمام كده، هكيسها وابتدي اخش على المفروم والكبده. انا ما احبش ايه اللغوصه دي بتاعت عفوا مني لما بقول لغوصه، يعني الواحده تخش كده تبقى مرتبه في حاجتها، عايزه مفروم طب استنى خد المفروم الاول بعد كده خد الاوصال، مش تخش تقول له عايزه وعايزه وتسيب الدنيا ايه ساحه بعدها كده. بعد كده طبعا الحته دي اللي هي عندي الدوشه، طبعا دي اجرام في الاكل، والناس طبعا تعرف كده ان دي احلى حته في الاكل اللي هي عندي الدوش دي، حته حلوه جدا ما شاء الله. والناس اللي ايه اللي بتحب الحته دي طبعا ممكن عارفاها يعني حلوه قوي. يلا اتفضل اطلعي من هنا يا خديجه، اه من هنا يا خديجه، اه يلا بسم الله كده سمي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ألف أنا شايفين يا جماعة اللي احنا عاملين مانجا اهي، مانجا مانجا ظبط كده يا أبو خديجة. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهي الحتة اللي احنا قطعناها، طبعا حتة الكفتة لازم تكون خشنة، تاخديها من الفخدة أو تاخديها من حتة اللي عند الدوشة دي، وطبعا هاخد عليها حتة الدوشة برضو فوق الميزان عشان يفرمها مع الكفتة. ورحت كملت بقى فخدة، يعني كملت من وش الفخدة وكملت من الحتة اللي عند الدوشة، دول أحلى قطعتين للفخدة. قصدي للكفته عفوا، دول احلى قطعتين. طبعا انا كملت زي ما انتم شايفين انا واخده ما شاء الله كميه حلوه جدا من اللحومه، قلت له زي ما قلت لكم عندي حفله للشو. هنا ابتدى يقطع عشان يفرم اللحمه، قلت له فرمها ناعم وحط لي عليها بقى ليا وحط الدوشه حلوه كده من عنده. هو عنده كل حاجه يا جماعه، عنده كرش، عنده مخ، عنده منبار، عنده لحمه راس، عنده كل حاجه ما شاء الله، يعني روابي الدهنان عند المعلم محمد. اه شايفين يا جماعه من الحته الحلوه دي الشوي دي برضو ما شاء الله ما شاء الله جميل. لا جميله جميله اللي بره والله انا عارفه استني تسلم. عايز حاجه تاني يا محمد؟ موجوده على طول.
هنا انا حسبت يا جماعة حسابي كله كان 200 ريال تمام، بس خدت شوية لحوم زي العسل بجد بجد بجد، حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعة اخدنا اللحمة ووريتكم اللحمة ازاي الكفتة ووريتكم اللحمة ازاي الوصال تمام، شرحت لكم كل حاجة من ابو خديجة، يا رب تكونوا فاهمين عشان ما تغلبونيش معايا، فانا تعبت معاكم بجد خلاص تمام، واصور لكم برضو المحامة من بره عشان تعرفوها، قول لهم انا من طرف سما اشرف تمام، الكيلو هنا ب 45. الملحمة هي يا جماعة روابي الدهنان عند أبو خديجة قصاد محمصة الإسكندرية إن شاء الله، والسلام عليكم.